حياكم الله وياي بالبارت الثاني حق جي سي اتش دي مارك 2. طبعا هذا الفيديو راح اتكلم عن منفذ ال HDMI اللي موجود بالقطعة نفسها، بما اني ما تكلمت عنه بالفيديو اللي طاف اللي هو البارت الاول، وجربت طبعا كيبل كومبوننت مع ال XRGB ميني. طبعا قصتي انا طويلة من ناحية يعني جلب الصورة الافضل يعني بالنسبة لي والشغلي بالقناة، لكن حق الناس الكنسومر اللي تبي توصل بلاج اند بلاي يعني بتلفزيونات LCD، فهذا الفيديو راح يكون مخصص لكم وممكن يفيدكم بالمعلومات والالعاب اللي انا راح استعرضها. طبعا مثل ما تكلمت بالبارت الاول، تقدر توصل القطعة من ورا وامورك كلها تمام، يعني فعلا يحتاج لها فقط انك تدزها بقوة شوية كذي داخل وتثبت وما تتحرك، يعني على قولتهم بيلد كواليتي ممتاز. انا جربت جميع انواع كيبل HDMI اللي موجودة عندي، وفعلا يعني انا حطيت كيبل تجاري هني مع الرسيفر وكل شيء، يعني اموري تمام، وهذا الشيء الحلو. وهم بعد عندكم الريموت كنترول، تقدرون تروحون تشترون اي ريموت كنترول من محل رسيفرات او محل كهربائي يركب وياكم. انا جربت ريموت السامسونج ما ركب، لكن ريموت الاكس ار جي بي ميني ركب وياي. تعالوا خلونا نتكلم عن الشاشة اللي انا راح اجرب عليها اللعبة او القطعة نفسها. هي شاشة BenQ 32 4K HDR، اشتريتها اساس ان الشاشة هذه مهمة عندي بالقناة ومن ناحية الالعاب اللي انا العبها او انتاج للفيديوهات عندي هني بالقناة. ففعلا هي الشاشة الوحيدة اللي العب عليها، شاشة او يعني تقريبا الالعاب الحديثة. فتعالوا خلونا نبلش بسم الله. اهم شيء ان شغلت لعبة الجيم كيوب، لازم تدوس على البي. في بعض الالعاب يطلبون اوتوماتيك من عندك انك تفعل بروجريسيف سكان. طبعا البروجريسيف سكان مود هو عباره عن 480p، يعني تطلع العاب الجيم كيوب اصفى من الفيديو اللي انا وريتكم بالفتره اللي طافت او بالبارت الاول، لو كنتم انتم متعشقون يعني ال 480p، لان الست ما يقبل عندي 480p، فقط 480i. ومعلومه بسيطه، ترى الريزولوشن اللي يطلع من قطعه الجي سي اتش دي مارك 2 مو 720p او 1080p، هي الستاندر ريزولوشن اللي مسوينه فريق ايون جيمنج اساس انه يناسب شاشات LCD وال4K وتقريبا الشاشات اللي تدعم البروجريسيف سكان. في معلومه واحده يعني حاب اني المح عليها شوي، اذا انت كنت قاعد تلعب على الشاشات هذه، انا اقترح عليكم اقتراح بسيط، يعني اي العاب سواء كان البلاي ستيشن 2 او الاكس بوكس الاوريجينال او حتى من جهاز الجيم كيوب نفسه، اقترح عليكم انكم تخلونه على ستاندر على قولتهم ستاندر فيو اللي تكون فيه اطارات يمين يسار، لان اوريدي الالعاب كانت مبنيه على 3x4 اللي هو الاسبيكت ريشيو 3x4، مو تخلي يعني ستريتش توسع الصورة حين. طبعا هذا شرح بسيط يعني عن صورة 480p اللي انتم قاعدين تشوفونها، هي صورة 480p من توصلها بالتلفزيونات LCD تصير بهالصورة هذه، لان فعلا تلفزيونات LCD هي تحاول قد ما تقدر تملأ الاطار هذا، او يعني تعالج وتملأ الاطار وتوسع صورة 480p وتكون لكم بهالصورة هذه. فهذا شيء حلو يعني تقريبا يعني التلفزيونات الحديثة، لكن إذا وصلت الـ 240p ممكن تكون في مشكلة، فيعالج الـ 240p على أساس أنها 480p فتفقد يعني محتوياتها، فهني تكون المشكلة إذا كنت بتلعب يعني ألعاب كلاسيكية. عموما في أشياء مهمة لازم أنتم تسوونها، تشوفون الإطارين السود اللي فوق. طبعا الإطار السود هذول أنه لازم تسوي أوفر سكان، لو كانت عندك شاشة تدعم الأوفر سكان توسعها وتكون الإطارات يعني مل الإطار بالكامل، فتكون عندك الصورة كاملة وواضحة وقابلة للعب. فالتفاصيل اللي انتم قاعدين تشوفونها الحين بالشاشة هي تفاصيل 480p، مو 720p ولا 1080p ولا 4K ولا Ultra 4K ولا 8K، هي تفاصيل الألعاب الأساس اللي مطورينها المطورين. الخطوط اللي تشوفونها على كبوس ماريو الحين هي يسمونها خطوط الجاجينج شوي، وخطوط الجاجينج شوي هذه تختفي مع السكان لاين، فهذا الشيء اللي يخليني استعمل شاشات CRT او شاشات الاحترافية مثل سوني BBM اساس اني اخفي التفاصيل البشعة هذه. السكان لاين بالعكس هو فلتر ممتاز، عادة كانوا يستعملون المطورين مع صورة الـ 480i والـ 240p اساس انها تكون صورة مثالية حق
يعني الألعاب الكلاسيكية. ما كان قبل يعني عندنا صورة ديجيتال اللي هي السائل البلوري والأمور هذه، كان عندنا شاشة هي تنفخ الألوان وتعبي من خلال الأمور هذه، يعني السالفة شوية معقدة، بس أنا أكد لكم أن الموضوع أوكي. طبعا مع تجربتي مع القطعة، أنا جربت القطعة مثل أنتم ما تشوفون الكواليتي حيل حلو مع لعبة سول كاليبر الجزء الثاني على الجيم كيوب. أبدا ما لاحظت يعني في ديلي بالكنترول نفسه، لأن إيون جيمينج أعتقد هم سووا شغلة حق الليتنسي، وطبعا الليتنسي هو يعتمد أو الانبوت لاج هو يعتمد ما بين الشاشة وما بين الجهاز نفسه، إذا كانت الأمور تعتمد على أمور رقمية. وفعلا يعني مثل أنتم ما تشوفون وأنا قاعد ألعب ما حسيت أن في لاج، يمكن راح القطعة هذه راح تصلح حق عشاق لعبة سماش ميلي. وكذلك سجلت لكم 60 فريم بالثانية، بالعادة أنا ما أسجل 60 فريم بالثانية لأن أبي تقريبا الناس تنسجم مع الفيديو، لأن 60 فريم بالثانية فيكون شيء سريع فيقول أنا ما لاحظت الشيء هذا. فما أدري منو الشخص اللي سجل بستين فريم بالثانية ويقول والله هذا أفضل شيء، يعني عندك إذا الشخص يشوف من الكاميرا نفسها فمفروض إنه يسجل 30 فريم بالثانية. هذه حقيقة طبعا، يعني مو شيء يعني من الخيال لو أنتم تبحثون عنها عدل. أوكي الحين بتكلم عن شغلة ثانية، في ألعاب ما تدعم الـ 480p، هذا طبعا خلنا بعد شوية تكلم عنه، لكن اللي انتم قاعدين تشوفونه هو الحين دايركت من تسجيل 480p. حتى لو انا مفعل سكان لاين بال 480p كواليتي حيل حيل حلو وجودة حلوة وتفاصيل يعني حيل مبهرة صراحة. قعدت ألعب ساعات ما حسيت بنفسي، وفعلا يعني عادة اشوف يعني الجودة ممتازة حق الناس، يعني قعدت احط وضعي اكثر من شغلة او يعني اكثر يعني قاعد احط نفسي باكثر من شخص قاعد يفكر يعني تفكير مختلف. انا ما احب السكان لاين، انا احب العب يعني الالعاب على ما هي. طبعا اذا انت يعني تحب تلعب الالعاب على ما هي وعندك يعني مثل شاشة البن كيو نفسها، فعل السوبر ريزولوشن راح يساعدك. حين في شغلة هني لازم اتكلم عنها حق الالعاب اللي ما تدعم البروجريسيف سكان، اي يعني ما تدعم ال 480p. طبعا مثل ما تلاحظون في خطوط اللي انتم قاعدين تشوفونها كل ما يتحرك شخصية لويد من لعبة تيلز اوف سيمفونيا، هي شخصيات يسمونها انت او تقريبا الخطوط هذه يسمونها انترليس افكت. التلفزيون ما قاعد يعالج الصورة هذه على اساس انها يعني يعالجها معالجة بسيطة، فالقطعة هذه فيها مخصص شغل أو شغلة مخصصة اسمها line doubler. line doubler يعالج المشكلة هذه ويعطيك يعني صورة ممسوحة من غير أن تكون يعني خطوط التتابع ويا بعض نفس اللي أنتم شفتوه الإفكت قبل شوي، وراح أعيد أوريكم الإفكت بطريقة ثانية. بس إذا أنتم فعلتوا الشيء هذا لازم تحطون enhanced DVI، لأن عادة لاحظت أن في bug أو ما أعتقد أن في bug. لازم تقريبا أساس إنه يكون في باس ثرو حق الصوت، أساس يوم أنا جربت الصوت اختفى لكن يوم شغلت انهانش دي في آي رجع. الحين هذا هو مثل ما تشوفون قاعد أحرك الكنترول يمين يسار وتشيك، يعني هذا الكليب اللي طاف اللي أنتم قاعدين تشوفونه قاعد يوضح الخطوط اللي هي الانترليس على جهة اليمين، وهني مسحة الانترليس صارت يعني متوافقة مع شاشات الرقمية اللي هي الـ LCD والـ AD حتى يعني تقريبا الـ 4K HDR. فشي حلو صراحة الكواليتي، يعني خصوصا يعني على العاب الـ 480i، يعني شي عجيب صراحة، يعني قاعد يحسسني ان فعلا الريزولوشن يعني نوعا ما اللي يعني حتى لو تلاحظون يعني في بعض الخطوط اللي قاعد تكرر يعني قاعد تتبع نفسها. لو تلاحظون على شخصية كليكت، وانا هذه شخصية كليكت، تلاحظون عندها في خطوط قاعد تتابع ورا بعض. هذا هو نظام الانترليس او الالعاب اللي فقط حدها يعني تدعم 480i. اوكي نجي حق شغلة مهمة هنا. الشغلة المهمة هذه انتم لازم تعرفونها، ان معظم العاب او يعني في بعض الحالات العاب الجيم كيوب يطلع فيها الديذرينج. الديذرينج عادة تكون خطوط ما تبين الا يعني بالسماء او تبين يعني في بعض الاماكن المظلمة،
فهذه طبعا مو عيب من الجي سي اتش دي مارك 2 او حتى من الاوفيشال كومبوننت مال جهاز الوي. طبعا هذا من اللعبة نفسها، لان اللعبة اساسا كانت مبنية على انها تكون يعني متوافقة يعني مع الوقت اللي انطرحت فيه، اللي هي تكون متوافقة مع شاشات CRT او شاشات الكونسومر قبل. فانا حبيت يعني احط عندكم المعلومة هذه، فاذا انتم تشوفون بالفيديو اذا كان الديذرينج هذا يضايقكم حيل، انا بالنسبة لي ما يضايقني، لان اوريدي يعني قعدت استمتع بلعبة روغ سكاي وودرن، اعتقد وصلت المرحلة الخامسة وانا قاعد العب، فما حسيت بالشيء هذا يعني حيل بالتفاصيل. بس تقدر تخفي التفاصيل هذه لو كنت يعني موصل الجهاز عن طريق الاس فيديو، او كنت موصل عن طريق السكارت ار جي بي سكارت، التفاصيل هذه تختفي يعني نوعا ما. بس ما اكد لكم الشيء هذا، لكن هو يختفي مع الاس فيديو، يختفي مع الار سي اي كيبل اللي هو الفونو كيبل، الواير الواحد حق الاصفر هذا يختفي نوعا ما. بس على طاري يعني الافكت هذا، هل هو يبين عندك على شاشات الاحترافية احمد او شاشات السوني بي في ام؟ للامانة ما يبين عندي، لان شاشة السوني بي في ام 20F1E ونوعية الشاشات اللي عندي بعد، هي ابدا ما تبين الخطوط هذه وتبين المشاكل هذه، هي تختفي وتكون يعني خلف يعني خلف معالجة التلفزيون نفسه او نفخ الالوان، لان شوية العملية نوعا ما معقدة من ناحية اذا نقلت العاب يعني الاصلية الى صورة الديجيتال، تختلف نوعا ما يعني الصورة وياك، وتكون الصورة يعني نوعا ما تختلف. بس اللي انتم قاعدين تشوفونه هو شيء حلو صراحة من ناحية يعني العاب الـ 480 اللي تدعم البروجريسيف سكان 480p، او حتى يعني تدعم الانترليس لو حابين تراجعون البارت الاول. كل اللي انا عرضته عندي بالبارت الاول كانت العاب فقط 480i، واستعملت طبعا جهاز السكيلر اللي هو الفريم مايستر الاكس ار جي بي ميني، اساس اني اعالج واحسن الصوره واحتفظ يعني تقريبا بالصوره المثاليه لي انا شخصيا حق القناه وصالح القناه، ويكون يعني شيء يعني قريب لك انت بالماضي، وتكون صورة هم بعد يعني حضارية تناسب يعني شغل الفيديو، أو يعني تناسب شغل الفيلم فيوغرافي يعني، أو حق شغل الأرشيف بعد، أو يعني الأرشيف أو الأمور هذه إذا كنت يعني بستعمل مواد فيديو يعني بالمستقبل، أو يعني بتكلم عن اللعبة بالماضي. فنهاية الكلام بالنسبة لي الحين بالوقت الحالي، يعني مجتمع الريترو يعني قاعد يبذل جهد، سواء يعني كانوا من مطورين من مهندسين، قاعدين يطلعون باشياء عجيبة يعني اشياء تخليك انت تقدر ترجع تلعب للاجهزة القديمة، مو شرط جهاز الجيم كيوب، الاجهزة القديمة بصورة يعني عجيبة. وطبعا يعني حاولوا يبسطون لك الامور، لكن في بعض الاحيان تكون الاشياء يعني نوعا ما مكلفة وغالية، ويحتاج لك وقت تنتظر على المطور انه ما يخلص على ما يطور الشغلة هذه. وطبعا انا يعني حيل قاعد اتابع يعني اخبار الريترو كوميونيتي اللي قاعدين توصلون يعني الاشياء واجد، سواء كانت على قناة ماي لايف ان جيمينج، او كانت على قناة ريترو ار جي بي، او حتى يعني في بعض القنوات اللي انا اتابعها وحسابات بالتويتر، او حتى يعني تقريبا الكوميونيتيز الخاص الملم بالشيء هذا. فأنا مسرور يعني من ناحية التحسين اللي هم يعني قدموه بالمجال هذا، لأن أنا إنسان يعني أحب ألعب كل شيء يعني من خلال قناتي هذه، سواء يعني ألعب ألعاب حديثة أو ألعب ألعاب قديمة، أهم شيء إني ألعب الألعاب اللي أنا أحب أستمتع فيها وأستانس فيها شخصيا وأطرحها. مو شرط كل جديد حلو، ومو شرط كل قديم حلو، يعني في الحلو وفي المر بينهم، بس انا اهم شيء عندي اني انا استانس واستمتع باللي انا اقدر احصله. اما بخصوص قطعة جي سي اتش دي مارك 2، هي افضل قطعة يعني تقريبا حطيت ايدي عليها، من ناحية اني اقدر الحين العب جهاز الجيم كيوب واستمتع بجهاز الجيم كيوب، ففعلا القطعة هذه تستحق الشراء. اتمنى ان الفيديو عجبكم، ولا تنسوني باللايك والسبسكرايب وتفعلون الجرس عندكم، وإن شاء الله في فيديوهات جديدة جاية بالدرب، وأشوفكم على خير.